التماس. اي بس الحين ابغى الحين افتح له المساحه. خلاص يا خالد. لا بنطق غترتي والله والله اجلس 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 اجلس. واحد ابغاك توقف. ابشر لان قصيدك يستاهل وقوف يا الله يرفع قدرك. اصدحنا يا فيصل. يقول يا اصحابنا اللي كل يوم لكم شكل حنا معاكم ما عرفنا نتعامل. ان كان خوتكم على الضحك ولا كل الوحده ابرك من شعور انجامل. انجامل خوه مثل هذه مواجيبها الركض ما تستحق التضحيه والتحامل. اشرح على اللي مثلكم يقبل وياكل الصامل بفعله يبي فعل صامل. سلامتك. صح لسانك. صح بدايه. طبعا الشاعر يحمل طيات المعنى في بطنه وقالها. ابو مساعد تعال فيصل ابدا معي ولا خلنا نسحب من الهاشتاج وتعال معي تعال. يلا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول 600 ريال رصيدي. عفوا من 600. بسم الله. كم 200؟ 200 واحد. الرقم السري حقي ضيعته. بسم الله. الهاشتاج شو اختار الحين؟ طيب دقيقة بس. أول 200 ريال رصيدي من هاشتاغ زد رصيدك 48 إلى المتسابق. بسم الله. دائما دائما ننزل تحت صح. بسم الله. شروط التغريدة اسمه والمبلغ فقط. 700 اسم و700 حرف خلها في مخواك. بسم الله. وقف طلعها معي يا مخرج. وانا وش الكاميرا بتجيبها لي بس هذه شو رايك؟ لا لا. إذن أول متسابق 200 ريال رصيدي. من اللي يبغاها لو قلنا بنعطيك إياها؟ لو قلنا بنعطيك. يعني في تنافس على. أنا واقف جنبك. روي. مولي رشحت واحد من المتسابقين. إيش الاسم؟ أنا أعرف أنا. اسمه مولي. مولي. إيه. يلا من؟ يوسف مزروي. يا أخي أنت برا داهية. إذن أول 200 ريال رصيدي تروح ل استاهل سيد. استاهل. شكرا. حب كبير. شكرا. عمر. عمر السيد راحت له 200 ريال. فيصل عطنا مشروعك. احسبوا لفيصل عمر السيد 200 ريال رصيدي الأولى. يلا فيصل بدأ معنا باكتب اسمك. تكفى واكتب المشروع حقك. كوزي. اكتب كوزي. اكتب كوزي. هنا اكتب كوزي. يا اخي شوف الترتيب عند فيصل يا اخي. شكرا لك يا اخي. ورقة واضحة صافية مرة. يلا اللي بعده اختار صناديق. دقيقة. يا رب زد وبارك. يا رب يا رب حقق الأمانة. يا رب يا رب يا رب تعرف ان النفوس مليانة. يا رب أبو البراء. مطالب وحاجات واشياء. يا رب امرها بيدك. أسألك باسمك الأعلى الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم حقق ما في نفوسنا. اللهم حقق ما في نفوسنا من صغيرها كبيرها دقها جلها والمسلمين أجمعين. يلا اختار. أنا اختار الحين. اللي راحت القبل ولا بس لي شوي الحين طلع ولا جديدة؟ لا جديدة جديدة جديدة. اي نعم جديدة جديدة. ثمانية. ثمانية فيصل المطيري على مطعم كوزي. وشو كاش باك. كاش باك الله يرزق. أوه. يلا يا فيصل. يلا اللي بعده. أبو البراء طلب المشاهدين يدعون لأبوي بالشفاء. الله يجعل أبوك في صحة وسلامة. اللهم نطالب يعني يشاهدونا يدعون لكل مريض. وأخونا فيصل وكذلك والدي عسى الله يقومه بالسلامة والصحة والعافية. وكذلك مخرجنا عسى ربي يخلي لك أمك ويطول في عمرها ويخليها لك يا رب مع زخات المطر الجميل. السلام عليكم. أخلص لا تخليني ألجلك في العقال. تعرف محبتك بيبي شوي عندي. لا تزعلني واجد. جايك تسلم. الله يطول عمرك. لأن ضرب الحبيب بعد. يلا يلا. يلا.
يا الله يا رب يا رب. يلا يا ابو ورقتين ها؟ ورقه واحده. اكتب ايش الخط الكبير ذا كله؟ اكتب تحت مشروعك تحت. مشروعك تحت ما شاء الله تبارك الله. المطر لازال يعني يطربنا بصوت يا رب يا رب. عهده قريب بك يا رب ذا المطر. يا رب اجعل مع كل حبة فيها قبول دعوة لنا يا رب. الله يجعل ربي يحقق لنا الأماني والمطالب ويفرج الهموم والكروب، يقضي الديون، يشفي المرضى، يرحم الموتى، يخلي لنا غالينا يا رب يا رب. اللهم اسعدنا سعادة لا نشقى بعدها يا رب. سالم خص ابوي بدعوة ان الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما. عسى الله يشفي مرضانا مرضى المسلمين، يشفي ابو سالم وجميع مرضى المسلمين. والله يا المطر انه سعاده وانه يشرح الصدر. شباب يضيموا صدرك مطر يسعدك يا اخي. يا سلام واخي يا مخرجنا انت بديت تسحرنا. خلاص يا اخوي انت اكتب معروض قصه الف ليله وليله. خلاص اذا ابو سريعي والله مرتب تقول لوحه اكتب اكتب الرقم حطيته. خلاص طلعت عندكم. هذا مطعم كوزي حبيبنا. أوقع أبو سريعي سم. خلاص تمام. عطنا الصناديق. 12 عطنا 12. شوف لي ثلاثة أسابيع في شباب ينادوني بس إني من دوش أنا فحكم علي يا عيال. أعتذر لي ناداني ولا انتبهت له. كاش باك يلا اللي بعده. والله يلا كاش باك. اللهم لك الحمد. هرول أبو يمع هرول يلا فيني سعادة. في واحد يقول سعد. سعد مين؟ أبو البراء. أبو البراء اسمح لي ببيتين. أي والله اسمح لك ببيتين. أنا بس بيتين. أنا أتشرف إني أسمع بيتين منك. اطلب لي. أعطونا أقول أعطونا أبو يمعة بيسمعنا بيتين حلوة. إيه دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خلاص أبو البراء بيضاربهم. يعني رجيل ما شاء الله في يعني ما في احد منهم محتاج لغه اشاره ولا منهم محتاج لغه عربيه. سمعنا يا ابو يمعه يقول فيني سعاده دون مقياس. ياس والسحب عم الطول والعرض. يا سلام صوت المطر تفرح بها الناس شروات ما تفرح بها الارض. سلام الله عليك. عيد 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 ابو يمعه فيني سعاده دون مقياس. مقياس والسحب عم الطول والعرض. والعرض صوت المطر تفرح بها الناس شروات ما تفرح بها الارض. يا الله سلام الله العظيم. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك. يلا ابو يمعة رقمي بيظهر. اتمنى يغلق الشاشه. اغلق الشاشه. لا ما هو طالع. كيف اي مو طالع ما حد شايف. يلا روح. لا كثير كذا ابو يمعة. بسوي كذا. ايوه بسوي كذا. اها بسوي كذا بسوي كذا. اكتب كوزي. اسمك فوق يوسف. يلا مشروعك. يلا اخر. يلا خلي عطنا صندوقه. عطنا الصندوق. يلا عطنا الصندوق بسرعه يا ابو فيصل. عندنا عند يوسف. عندنا فاصل. خلاص اختار يوسف. والله ما اظن بيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. رقم ثلاثه. ثلاثه رقمي ثلاثة في المتسابق. غدرة خلوا ورقتك. طيب خلاص استريح. يلا شكرا لك أعزائي المشاهدين. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد. حكايات لا تنتهي.